تجربة بسيطة قامت بها الشابة الأمريكية كالين لمعرفة أصدقائها الحقيقيين من المزيفين عبر طلب $100 دون إبداء السبب. تجربة كالين تفتح الباب على طرق عدة لمعرفة الصديق الحقيقي من الصديق المزيف، حيث يؤكد خبراء العلاقات أن مواقف عديدة يمكن أن تكشف نوع صديقك الذي تتعامل معه. لكن قبل مناقشة هذا الموضوع نشوف كيف يتفاعل الناس على السوشيال. 5 علامات للصديق المزيف: أولها لا يدعمك عندما تحتاج إليه، ثانيها غير صريح فيما يقوله من مدح تجاهك، ثالث شيء يتحدث عنك بسوء عند الآخرين، رابع شيء يرهقك ويوترك بسلبية حياتك، خامس شيء والأخير عندما يحتاج شيء منك يتواصل معك. طيب خلينا نرحب في الاستوديو بالاختصاصية الاجتماعية نورة نعمة. يسعد صباحك نورة. صباح الخير لكم. وأيضا يشاركنا الزميل أسامة في هذه الفقرة عن الأصدقاء والأصدقاء المزيفين. إذن هل هناك علامات تبين لأنه هذا الصديق مزيف؟ هلا أول شيء هي الصداقة من العلاقات الإنسانية والاجتماعية الضرورية بحياة كل شخص، ولازم نميز ما بين الصداقة والمعارف كمان، هاي كتير مهمة. هلا أكيد في أصدقاء مزيفين، لأنه الصداقة مبنية على الاحترام وحب الآخر والعطاء والمشاعر المتبادلة، ولكن لما بتصير الصداقة فيها نوع من أنواع مثلا التسلط، هاي ما صفت صداقة، لأنه أحيانا بتلاقي شخص متسلط على الآخر، شخص ممكن بيغار من إنجاز الطرف الآخر، فهي هون صفت ما عادت في صداقة. يعني أنت الصديق يوم اللي بيفرح بإنجازاتك، يوم اللي بيفرح بالأشياء اللي أنت بتعمليها، ولكن الصديق اللي بيغار من إنجازك هذا مو صديق. طبعا بتلاقي كمان أحيانا أصدقاء يسعون إلى فشل أصدقائهم أو إلى النمنمة عليهم، كمان هدول من ضمن الأصدقاء الخطيرين. يعني فنحن بدنا ننتبه على كتير نقاط. طيب إيه هي الطريقة اللي ممكن نعرف من خلالها الصديق المزيف من الصديق الحقيقي؟ نحن أول شيء بدنا نشوف هل أفعاله تتطابق مع أقواله. يعني نحن أحيانا بتلاقي إنه أقواله رائعة جدا ولكن أفعاله مخالفة تماما للأقوال. الشخص اللي بفشي أسرار أصدقاء غيره فهو تماما رح يفشي أسرارك كمان. يعني نحن اللي نكون واعيين لهالنقطة. يعني أنا لما بيجي صديق بفشي سر لصديق تاني فدي يجي يفشي أسراري أكيد. وبنفس الوقت بتلاقي أحيانا أصدقاء بيحاولوا حتى تشويه صورتنا أمام الآخر. لا هذا عاد مش صديق. يعني فلذلك بسنن بصورة صديق، فلذلك نحن بدنا نكون كتير منتبهين. هل هو عن جد صديق حقيقي؟ الصديق الحقيقي هو اللي بيحميني، هو الشخص اللي ما بريد أي شخص يحكي علي من وراي، مو الشخص اللي هو بروح بنمنم عني. بس ذكرتي موضوع التسلط، كيف بيكون موضوع التسلط بين الأصدقاء؟ أحيانا بيكون الصديق هو متسلط وبده يمشي صديقه بالطريقة اللي هو بيشوفها مناسبة فقط. فبتسلط عليه لذلك يتسلط عليه من أجل مصالحه الشخصية أو عايزه تابع لي، عاوزه تابع وبده يتسلط عليه لمصالحه الشخصية، فهذا كمان مو صديق. ماذا عن الانتقاد؟ في أصدقاء في نقد بناء، إحنا ما يعني نتفق هناك، ولكن في نقد دائم للأسف منلاقي أشخاص كمان النقد الدائم والسلبيات اللي بيعطوها لأصدقائهم، فهذا كمان ما بيكون من ضمن مجموعة الأصدقاء. يعني الشخص اللي أنت ما بيعطيك إيجابية بيعطيك بالعكس نيجاتيف هو مو صديق، لأنه بالآخر هو عم بحاول يحطم شيء جميل فيكي. فيعني إذا في نقد بناء أكيد هو هذا من ضمن الصداقة، ولكن إذا كان النقد للأذية النفسية مزبوط. أكيد هو مصدق. بيكون كثير أيضاً. أيضاً في اهتمام البدايات، دائما في بعض الصداقات تشوف اهتمام مبالغ فيه في بداية الصداقة لدرجة انه يثير القلق والخوف. تماما، وهو هذا اللي حكينا عنه اللي هو يظهر شيء ولكن بالحقيقة شيء آخر تماما. فبيبلش بالاهتمام الزائد، بالكلام الرائع، الكلام التي لا يتطابق مع الأفعال تماما. يعني نحن بنجي بنشوف الأفعال بصير عندنا صدمة، ولكن الكلام جدا رائع. طيب خلينا نروح على مصر ونشوف موقف الناس من هذا الموضوع، وإيش هو الموقف اللي كشف لك صديقك المزيف؟ الم...
المصلحة أبدأ من أي شيء في اعتقاد البعض. يعني ممكن يضحي بصديق علشان فلوس، علشان فرصة، علشان حاجة من دي، بينسى كل حاجة. كان في صديق حياتي وكنت دايما بفك زنقته، تمام، وبعد كده كنت حاطط المحفظة، تمام، قمت من النوم واخد مني ايه 2000 جنيه. فانا كنت بتعامل معاه ان هو حبيبني، حابب الكلام معايا، حابب الخروج معايا، المذاكره معايا والكلام ده كله. انما بعدها اكتشفت ان انا زي ما كانوا بيقولوا كده مجرد واحد دحيح، يعني بيذاكر معايا مش اكتر. اختفى، يعني هو حرفيا اختفى. فانا بوجه له بقى رساله، يا ريت ما تعملش، حتى يعني انت عملت معايا كده، يا ريت ما تعملش مع حد كده، تمام، عشان انت ما تعلمش هو بيبقى في ايه او ظروفه ايه. كمان على مواقع التواصل الاجتماعي سألنا المتابعين كيف تكشف صديقك المزيف من الحقيقي. سيد يقول الأيام والمواقف وأوقات الشدة هي التي تكشف معادن الناس. وفي تعليق من حربي يقول عدم الاهتمام والنفاق والاستغلال هي أهم علامات الصديق المزيف. وفاطمة بتقول أوقات الفرح، لو صديقك فرح معاك معناته يحبك، لو ما فرح معاك من قلبه بيكون مزيف. ويمكن ذكرت هذه المعلومة إنه الغيرة إنه يغار منك، لا طبيعي، إذا أنا عندي شيء مفرح هيفرح معايا، وإذا شيء يزعل هيزعل معايا. إيش رأيك أسامة؟ هل مريت بمواقف تختبر فيها أصدقائك؟ أكيد، بكل يعني على مدار حياتنا فيما الأصدقاء بشكل عام أكيد. وإما بتحسي فيه أكتر يعني. شيء بتحسي يوم اللي أنت بتكوني فيه عندك نجاحات، حققتي نجاح، وهذا الشخص ما فرح لنجاحك، بالعكس يعني تضايق بنجاحك، ممكن حكى حتى على نجاحك، فهون فوراً بيّنت أنه قديه هو مزيف. هنا يعني حتى ريم كنت بتتكلمي في هذه النقطة، مسألة أنه إحنا لدينا أصدقاء وأصحاب وزملاء عمل وزملاء أو أصدقاء طفولة، يعني إيه الفرق ما بين كل دول؟ مين من كل هؤلاء نقدر نقول أنه نحطه في هذا المسمى، مسمى الصديق؟ هو صداقة الطفولة هي بتبقى أنقى صداقة، لأنه هي مبنية على عدم وجود أي مصالح. يعني ما ممكن يكون طفل هو مبني علاقته على مصالح. للأسف لما بنكبر أو حتى أحياناً بالعمل بتكون أحياناً كثير في علاقات مزيفة بسبب المصالح، ولكن علاقة الطفولة هي علاقة بريئة. وأحلى صداقة هي صداقة الولاد مع أهلهم، يعني هي من أنواع الصداقة جدا رائعة. صحيح. علاقة الأخوة مع بعضهم كمان من علاقات الصداقة جدا رائعة، اللي نحن ما بنكون منتبهين عليها أو الناس ما بتركز عليها، ولكن هي علاقة صداقة رائعة. صحيح، بالفعل. ولازم الواحد يعني حتى مهما كان صديقه مقرب لي، لازم انه سقف توقعاته ما يكون عالي جدا، تماماً. حتى ويتوقع اي حاجه يعني. صحيح. دايما في يعني شيء سري نحن نتركه لنا، شكرا، ما نفتح كل الاوراق، لانه ممكن الصديق الحميم الان يتحول الى عدو كبير بالمستقبل. صحيح، يعرف عنك وبيعرف كل نقاط ضعفك وكل اسرارك. هو يعني كمان ملاحظ ريم بانه مع التقدم في السن بشكل كبير دايره العلاقات المرتبطه بالاصدقاء بتقل، وانت بتبدا يعني زي ما بيقولوا كده بتعمل فلتر للناس اللي حواليك. مين اللي ينفع؟ لا، شكرا لك يا نوره واسامه. ولكن خلينا نروح الى الريان الظاهر اللي اختارت لنا أشهر العبارات حول الصديق المزيف. تفضل يا ريم. يلا. كتاب ومشاهير كتبوا عبارات حول الصداقة المزيفة. يقول عالم الرياضيات اليوناني فيثاغورس إن الصديق المزيف كالعملة المزيفة، لا تكتشف إلا عند التعامل. ويقول الأديب جبران خليل جبران إن الصديق المزيف كالظل، يمشي ورائي عندما أكون في الشمس ويختفي في الظلام. وهنالك حكمة بريطانية أيضا تقول إن الصداقة جبل شاهق لا يتسلقه إلا الأوفياء. وكان العرب القدماء يقولون احذر أن ترك لصديق خذلك في ساعة ضيق، ويقال أيضا احذر عدوك مرة وصديقك ألف مرة، لأنه إذا انقلب الصديق فهو أعلم بالمضرة. موقف صار لي إني كوني صارت لي مشكلة في خدمتي، لقيت الكلها جبدت رواحها. مرة في خدمة في شركة أعطيت الواحد شكك فيه يقود، أعطيته معلومة غلطة بالعاني باش يوصلها، وبعد المعلومة وصلت الشركة باش شديته بالبروفة. خدمة أمنية كبيرة هذه. ماش خدمة أمنية. خاطر أنت كي تجي تقول لي صديقك راهو ماهوش وفي ليك، أنا نولي وقتها نحترز. مشكل إنه كي نبدا انا في غيب راني باهي مع الناس الكل، مش خايبه مع حد، وهما يبداو يحكيوا عليا بالخارقة مش باهية. هاي بالضبط، هذاك علاه انا نحيت كل شيء. مش نتاع صحبه في زعما يبيعوك،
موش نجي. ماش تحكي معاهم؟ ماش نحكي معاهم، حتى كي نحكي معاهم على مصلحتي حطينا زيت. لو بلي بوبولير في تونس كانوا تتعامل معاه في الفلوس وما يرجعش. اها الفلوس حاجه خطيره، حاجه خطيره برشا برشا، وتطيح القدر، واكثر حاجه تفسد الصداقه.